كل ما افتح شباك الصالون بيطوش راسي من ضجة الشارع، وكل ما جربت اوقف على البلكون بتلوع نفسي من ريحة المازوت. كل ما قعدت اقرأ او اكتب ما بيبقى زمور سيارة برا الا وبينقر لي مصاريني. جاب الكهرباء صار بده 4 اشهر بدل 2، وجاب المي ورا الباب، وخود هلأ كل سنة بدك هوية وكل سنتين بدك جواز سفر. انه شو هو الارهاب؟ الارهاب اكتر من فكر تكفيري وممارسة مسلحة. الارهاب كمان ممكن يكون معيشي سياسي واقتصادي، وهيك عيشة قمعية عم بتوصلنا لأزمات ومشاكل عصبية ظاهرة ومكتومة. بس شو؟ صار في عنا بيت للشعب، ولحق بقى على انهيارات. هذا رأيي، فكر فيها.